بمناسبة يوم المسرح العالمي، أقامت نقابة الفنانين في ذي قار حفلاً لإحياء هذه الذكرى في مدينة الناصرية، واحتفاءً بالجهود التي تبذلها الكوادر المسرحية. نظمت نقابة الفنانين في ذي قار هذا البرنامج الاحتفالي احتفاءً وتكريماً للفنانين المسرحيين بعيدهم هو يوم المسرح العالمي، إذ نظمت هذه النقابة برنامج موسع ضم عن ذكريات الفنانين وفيلم وفقرات أخرى وتكريم الفنانين الرواد الذي مضى على انتمائهم لنقابة الفنانين لأكثر من 40 سنة، مع تكريم بعض الشباب الفائزين في المسابقات المسرحية. الانتباه إلى بناء بنية تحتية حقيقية ترتقي لمستوى واسم الناصرية التي علمت الكون القراءة والكتابة والموسيقى والحب والجمال. لذلك يعني أبارك رغم المرارة ورغم الحال في مدينة تحتضر، أبارك للزملاء الفنانين في مدينة الناصرية هذا اليوم المهم. لم يخلو الحفل من تكريم الشخصيات الفنية والمسرحية في المحافظة تثمينا لجهودهم وعطائهم المستمر على الرغم من قلة الإمكانات المادية، إلا إنهم يواصلون في إنتاج أعمالهم الفنية. نستغل هذه الفرصة لكي نوصل صوتنا لكل الجهات الرسمية على أن هذا الجانب الثقافي والفني المهم بحاجة إلى رعاية، لأنه يستحق ذلك، لأننا نمثل تجربة فنية عميقة وذات تاريخ كبير وتستحق الجميع أن يهتموا بها وأن يراعوا هذا الإبداع الذي يقوم به فنانها من رواد وشباب ومبدعين. تخلو المحافظة من خشبة مسرح، إذ تسجل تحديا كبيرا للفنانين لا سيما الشباب الذين يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة. لبرنامج يوم جديد على الهادي، ذي قار.